الأخيرة للأمانة أبدع في أولاد مفيدة مؤسس القديري تفاصيل مع برهان بسيسة. صحيح هو فتحي الهداوي السنة لعب دور النجم اللي سيب كمية متاع ضوء غطات على بقية النجوم دمرها بالضبط، ولكن هذا ما منعش أنه في وسط الكوكب هذا متاع الأعمال الدرامية فما نجوم زادة سطعت وظهرت وجلبت الانتباه. أنا شخصيا في الحلقات اللي شفتها من أولاد مفيدة مش كل جلب انتباهي أداء انت معز القديري في الدور اللي لعبه، البوليس اللي متعامل مع جو متاع الإجرام الجريمة كيف اضطر يتعامل معهم، أداؤه على جميع المستويات كان يجلب الانتباه، وتقريبا يعني حسيته اعطاء من روحه من شخصه كمعز القديري للنص، زاد عليه النص. النوعيات هذه تفرض روحها، مثلا تمنيت انه في النوبه مهذب الرميلي يكون عنده مجال اكثر، مش من الحلقتين الاولانيين يتم تخريجه من العمق وبالكثافه بتاع الاحداث من خلال الحادثة بتاع تفجير سيارته وهو تخلص بطل المهبلة. إن شاء الله مدام النوبة فيها 30 حلقة مش كما أعمال أخرى وبش نواصل ونتفرجوا فيها، إن شاء الله يكون عبد الحميد بوشناق أعطى المهذب الرميلي يعني دور اللي يخليه بالجد يوري مواهبه اللي عمناه الفريما جلبت الانتباه بأداء إبداعي كبير. في الضفة الأخرى اللي هو الضفة المصرية اللي ما نجموش ما نعلقوش عليها، كيف كيف في مسلسل الاختيار من أهم الأعمال الدرامية اللي توا معروضة على الشاشات المصرية، اللي يجلب الانتباه متاعي خارج إطار كما قلنا الرسالة الكبيرة متاع المسلسل في علاقة بمصر وأجواءها والإرهاب وغيره، هو أداء دور الممثل أحمد العوضي اللي مثل دور هشام عشماوي. للناس اللي تسمع هشام عشماوي هي قصة حقيقية متاع الإرهابي اللي كان في الجيش المصري في الصاعقة وبعد خرج من الجيش والتحق بالجماعات الإرهابية وتورط في عمليات كثيرة، منها عملية مقتل يعني الأركان حرب العقيد أحمد المنسي اللي معمول عليه المسلسل وتم القبض عليه يعني في ليبيا وسلموا الجيش الوطني الليبي للسلطات المصرية وتم حكم بالإعدام عليه. شخصية مركبة، اللي يجلب في الانتباه أولا أداء أحمد العوضي فظيع جدا، حتى في الحركات في طريقة النظرة في العينين، يعني الصور متاع طريقته كيف يغزر وكيف هارب وقت اللي زاد كيف يتعامل حتى داخل المجموعات والجماعات اللي استقطبته واللي أدالها البيعة، يعني الممثل المصري أداء كبير برشا. خرجنا زاد يا مراد على قصتك الشرير الكلاسيكي في العادة البروباغندا اللي باش الإرهاب تعجي مع الإرهاب ديما الإرهابي اللي ماخذينها من قبل في الأفلام المصرية القديمة على كفار قريش حواجبهم كيفاه